أبت إنسانيته إنساننا العظيم إلا أن تتجلى بأجلى معانيها، فقام باكتشاف القوانين والشروط الصارمة في الدقة للطب العظيم للحجامة. هذا الطب الذي ظهر الآن والذي اكتسح بفوائده ومنافعه وساعد الطب في عصره الحاضر العتيد على النهوض نهضة لم يسمع بمثلها من قبل. الطب العالمي أفلح إلى الآن ب10% فقط من بالنجاحات لشفاء الأمراض، كما قال الطبيب محمد شحالي آغا. أما طب الحجامة فقد أفلح في شفاءات وصلت إلى حد 90%، كما شفى الأمراض التي ما كانت قبلها تشفى. فكان بهذا حقا قد حقق الصحة والسعادة لأبناء البشرية. الطب عجز عن شفاء الشلل. جمهرات الأطباء تقول فالج ولا تعالج، أما الحجامة فقد أفلحت في شفاءات المئات من مرضى الشلل في كافة العالم، لا سيما في سوريا ولبنان. كما أن الناعور المرض الوراثي الذي ما كان له دواء فقد شفي تماما بطب الحجامة. والغريب أن أمراض القلب القاتل لا شفاء لها إلا بالحجامة. هناك أمراض ثانية غريبة كمرض خلوصي بهجت الذي أيضا لا يشفى بالطب لنقص الكريات البيضاء العاملة، ولكن هذه الكريات كانت تزداد بالحجامة زيادة هائلة عشرات الأمثال. أما العقم فقد أثبت طب الحجامة في كثير من الحالات الشفاء منه وولادة بنين وبنات ما كان الطب ليستطيع شفاءها على الإطلاق. بعد هذا الأمر وهذه الشفاءات قام البعض مع الأسى والأسف يبدلون في هذه الشروط والقوانين ويعودون بالحجامة إلى ما كانت عليه. الحجامة من قبل تعتبر من الشعوذة ومن لا يقوم بها إلا الجهلة وهي خطرة على المرضى. أما حين كشف هذه القوانين الصارمة في الدقة وهذه الشرائط لها العلامتنا الكبير محمد أمين شيخو فقد أثبتت أنه لا ضرر لها إطلاقا. الضرر يتأتى من إدخال الأدوية الكيميائية إلى الأجسام، لأن هذه الأدوية حينما تدخل الأجسام تنفع وتضر. وكما يقول الطبيب الكبير باستور، الدواء يضرب المرض ويضرب المريض، أما الحجامة فإنها تشفط المرض من منطقة الكاهل في الظهر ولا تدخل إلى الجسم شيئا، فلا ضرر من الحجامة أبدا. إنما الضرر يتأتى من أولئك الحجامين الذين يغيرون القوانين والشروط. ومعلوم تماما أن الدواء إذا زاد عن كميته قتل المريض، وإذا نقص لم ينتفع أبدا المريض. لذلك إذا غيروا شروط الحجامة وقوانينها كما يفعلون الآن فسيقضون على المرضى. لها شروط زمنية ومكانية
وغذائية. أقبل الناس على الحجامة إقبالا لا مثيل له، وذلك بسبب المعجزات الطبية الشفائية التي حصلت، فحينما استفاد الناس منها أخذوا يعلمون بعضهم البعض بما حدث لديهم من شفاء وصحة وعافية. فلذلك ما كنا نجري حجامة في قرية ويستفيد أحدهم إلا تأتي القرية كلها لتحتجم. كذلك في المدن كاللاذقية وحلب وحمص وحماة ودمشق. فالحادثة الأولى التي ظهرت في زيدل على بعد 5 كيلومتر من سيدنا خالد بن الوليد مقامه، حينما أجرى الحجامة مشلول منذ سنوات، وطلب من الطبيب الدكتور سهيل أن يجريها له، وفي اليوم التالي جاء المشلول إلى عيادة هذا الطبيب وبدأ يشكره. وهذه البلدة كلها من إخواننا وأحبائنا المسيحيين، فلذلك حجموا في الكنيسة كما حجم وادي النصارى كله، لأنه كانوا يستفيدون من معجزات هذا الطب العجيب. ثم سرت إلى حلب وإلى إخواننا الأمن وإلى جبل العرب. أما المسلمون فقد أقبلوا عليها إقبالا عظيما. ثم أخذ أهل لبنان الشقيق والجزائر الحبيبة وحتى الدول الأوروبية كسويسرا والسويد وألمانيا بدأوا يجرون هذا الطب ويتمنوه لشفاءاته العجيبة. وهكذا سار هذا الطب، طب الحجامة، كمسر الليل والنهار في العالم كله. وقامت جامعات كثيرة في أمريكا بدراسة هذا الطب الجديد، ومستشفيات روسيا أيضا، واهتمت الصين اهتماما بالغا فيه. وذلك لأنه بهذه الشروط وبهذه القوانين إذا طبقت بحذافيرها لا يحدث إطلاقا أي تأثير جانبي ولا أي ضرر، لأننا نشفط المرض شفطا من الظهر، فلا ندخل إلى الجسم شيئا يضره، فلا يمكن للحجامة أبدا أن يحدث منها ضرر. سبق وألمحنا أن الدواء الكيميائي إذا زاد الإنسان في احتساء كمية أكبر مما هو مفروض قتل المريض، وإذا نقصنا بطلت الفائدة. كذلك هناك أوقات معينة يصفها الطبيب للمريض متى يتناول الحبوب أو الشربات الطبية. كذلك الحجامة لها شروط لا ينبغي أبدا تجاهلها ولا الخروج عنها، فتفقد قيمتها، وقد تؤدي هذه الأخطاء إلى أمراض تأخذ بالمريض إلى المشفى وينسبونها ظلما إلى الحجامة. والخطأ يكون من الحجام الذي لا يطبق قوانينها مع الأسف. فلذلك الشروط، نبتدئ بالشروط المكانية المهمة. أن الشرط المكاني الوحيد هو في منطقة الكاهل، لأن الدم أو الرسوبات الموجودة في جسم الإنسان
والدم العاطل أي الذي بلغ ما يزيد عن 120 يوما، هذا لا يشتغل ولكنه يتغذى على حساب الجسم كالطفيليين وأيضا أشباح الخلايا والشذرات التي تسبب الجلطات في أنحاء الجسم. هذه وغيرها من الشوائب تجتمع في أهدأ منطقة بجسم الإنسان، تجتمع في منطقة الظهر لأنها لا حركة فيها، هذه لا توجد أبدا في المفاصل أو المناطق الحركية، هذه المنطقة هادئة جدا. وهناك منطقة الركودة الطبية كما يعلمها الأطباء، وهي تحت العظمتي الظهر مباشرة وتسمى منطقة الكاهل، تتجمع هنا هذه الرسوبات والشوائب، فنأتي نحن بدورنا ونضع كاسات الحجامة عليها ونشفط هذا المرض فيغدو الجسم سليما ويتخلص من هذه أشباح الخلايا والشوائب كلها والشذرات التي هي موجودة في الدم. عندها يقوم نقي العظام بإنتاج خلايا فتية نشيطة فيتجدد الجسم، كما أن ضغط أولئك الدماء والشوائب كانت تضعف من حركة الدم، الآن وقد تخلص الجسم منها تقوى حركة الدم في الأوردة وشرايين الجسم، فتأتي إلى الأجهزة السبعة وإلى الخلايا التي ما كانت لتصل إليها، فتؤدي إليها التغذية وتأخذ منها الفضولات كما تعطيها الأكسجين وتأخذ منها غاز الفحم الضار، فيبدأ الجسم كأنه خلق من جديد. عندها يقوى هذا الدم ويتغلب على كافة الأمراض، لذلك الحجامة تنفع من كل داء، وليس هناك طب كالحجامة، لأنه إذا صلح الدم صلح الجسم كله، لا نعالج موضعا مخصصا، إنما هي علاج للجسم بكامله وللأمراض جميعها. وأمثل ما تداويتم به الحجامة، وهي أنفع الأدوية على الإطلاق، وقد ثبت الآن يقينا بكافة دول العالم نجاحاتها وشفاءاتها، وأصبحت البشرية تنعم بفضلها بالصحة والسرور والهناءة والحبور، والخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إليه أنفعهم لعياله. فلذلك وجدنا أن علماتنا بهذه الاكتشافات المفيدة الحقيقة وأحبهم إلى ربه في هذا العصر. هذا، وكما أن الحجامة لا تصح إلا في منطقة الكاهل حصرا وأي مكان آخر، إنما نأخذ الدم العادي الذي هو روح الإنسان، الروح تسري في الدماء، فإذا أخذنا من موطن آخر أو من موضع ثاني فنكون قد قتلنا المريض، لأن الدم هو الذي يدافع عن المريض، فإذا أخذناه وهو مريض قوي الجرثوم والميكروب على المريض فقتله. أما الحجامة فالعجيب والأمر فيها أنها إذا أخذناها طاب المريض، إذا كان الضغط مرتفعا عاد طبيعيا، وإذا كان منخفضا ارتفع، وهذه من معجزات طب الحجامة بشروطها الدقيقة، كما أن هذا الشرط هو الأساسي على الإطلاق، ولا تجوز الحجامة في الأخدعين في هذا الوريد، قد يقتل المريض ولا ينتفع أبدا. هناك الشروط الزمنية أيضا، السنوية والشهرية والفصلية واليومية. وباختصار الحجامة مرة واحدة تطبق على المريض في ظرف ربع ساعة أو ثلث ساعة، ولا يحتاج بعدها إلى دواء إطلاقا طوال العام. بالنسبة للشروط الفصلية تكون عندنا في سوريا ولبنان في فصل الربيع، أما في بقية البلدان قبل قدوم الحر الشديد.
للقول الشريف استعينوا على شدة الحر بالحجامة، أي قبل قدوم الحر. فمثلا بالحجاز فوائدها في الشهر الأول والثاني قبل قدوم الحر، كذا في كثير من دول الخليج. أما في بريطانيا على سبيل المثال فقبل قدوم الحر يكون في الشهر السابع أو الثامن، عندها بعدها تصلح الحجامة. في سوريا في فصل الربيع أي في نيسان وفي الشهر الخامس، وقد نستعملها أيضا بشهر آذار إذا كان الجو ليس باردا وليس حارا. كذلك يمكن استعمالها في فصل حزيران إذا كان الجو لا يزال باردا ولم تأتي الحرارة القوية. أما التوقيت الشهري لإجراء عملية الحجامة فهو في النصف الثاني من الشهر القمري قبل قدوم الحر، وفي الشهر الثاني في النصف الثاني من الشهر القمري، لأن الحجامة تكره في أول الهلال ولا يرجى نفعها أبدا حتى ينزل أو ينقص الهلال. عندها بسبب جاذبية القمر وتأثيره على جسم الإنسان، كما أنه يؤثر على السوائل في البحار وعلى كل جماد، كذلك يؤثر على جسم الإنسان المشابه في تركيبه، لأنه جزء من هذا الكون يشابه في تركيبه هذه الكرة الأرضية. ففيه 80% من السوائل، كما أن في الأرض بالبحار 71.5% من السوائل. فلذلك تأثيره على الجسم قوي جدا، فيهيج الدم في أول الشهر حتى تكسر الجرائم عند ذوي الميول الإجرامية، كما يقول العالم ليبر الأمريكي، كما يحدث في أيام البيض أو الأيام القمرية 13 14 15 من أشهر القمر. الهيجان الشديد في الدماء ليس في الإنسان فقط ولكن أيضا عند الحيوانات، فتكسر البيوض في البر وتبيض أيضا الأسماك في البحار على أشدها في هذه الأيام البيض، ثم تركض الدماء وتترسب في المنطقة الهادئة من الجسم في الظهر في منطقة الرقودة الدموية كما هي معروفة تماما طبيا. هنا يتركز المرض والشوائب والرسوبات كلها، ونأخذ بإلقاء المرض خارجا فيصبح الجسم سليما معافى، وما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، ألا فتداووا بالحجامة أيها الناس. أما بالنسبة للشرط اليومي فالحجامة ينبغي أن تكون صباحا وقبل الظهر حتما، لأن الرواكد المضرة بالجسم تأتي إلى المنطقة الهادئة في الظهر وتكون بعد النوم مجتمعة في الكاهل، فلذلك نستأصلها. ولكن لا يجوز أن نأكل قبلها لقمة واحدة، لأننا إذا أكلنا لقمة اختلط الدم ببعضه إلى الأمعاء ليقوم بعملية التمثيل، فلذلك لا يصح إلا على الريق، يبقى صائما ساعة أو ساعتين من الزمن حتى يجي الحجامة، وبعدها يتناول الخضروات أو ما يدعونه بالفتوش، لأنها تساعد على التوازن الدموي الذي يسري في الشرايين والأوردة.